والله على اساس نزلوا 2000، بس شو المولدات لا قطعة ولا شيء، خذوا على 14000 الامبير. يعني عشوف الوضعية فرد مرة، شغل ماكو والعالم بطالة، وانه بعد الشهر طلع 14000 الامبير، والعالم اكثريته ايجارات اصحاب عوائل. يعني الواحد يشتغل عامل يوم 10000 دينار، ده ينطي مال المولدة ولا ينطي للايجار ولا يعيش بيها اكل وشرب، معيشة صعبة حيل. 14000 والله. قلنا له ليش يابا؟ يقول انا الكتاب جاني من المحافظه، بغى ما طلع المحافظ قال ب 12، قال جاني الكتاب ب 14، ما اعترف الكتاب مال المحافظ. والله اكو عوائل مسحوقه يعني ما عنده ما اذا ب 10000 ما يطيق يدفع. طيب شويه نزلوها من يراعون الفقير، يراعون اللي ما عنده هذا نطالب. والله يابا كثيره شو ما كثيره. هسه احنا نقول لك بس العامل منين يجيب؟ الدخل محدود منين يجيب؟ ينطي الايجار لو المولده لو لمن؟ قبل كان بثلاثة وخمسة الامبير، هاي من كانوا خمسة كانت العالم بالزور الدبرة. نطالب زمان ينزلون الاسعار مال المولدة، يديمون الوطني. والله انا اعرف 14 وربع يقولون، بس ما دفعتوا لي حد الان. انا اليوم ام راجت قالت لي 14 وربع. ايه مع اساس انه يقول ما وصلني كتاب. يقول ما وصلني على قول الامراه اليوم، يعني جت امراه يعني ما اعرف عن الموضوع.